المشاكل اللي عندنا هنا في السوارية ما بينهم فهاد سوق السمك يعني دائما كنخدموا فيه بشكل عشوائي، ما كاينش فيه النظام، ما كاينش مسؤول. المسؤول دائما هضرنا عليه مرارا وتكرارا، ما خلينا يعني جلسنا مع السلطات هنا المحلية، جلسنا مع السيد العامل، يعني هو العائق الكبير عندنا هنا في هاد السوق. ما عندناش مسؤول، وكتشوف الاكتضاض لجيتي فوق يعني كيكون يعني العمل هنا لجيتي غتلقى ما تلقاش من دوز الحوت مليوح في الارض، لما الخنز ما ماهوش مارشي، تقول هذا راه يعني رحبه ديال البهيم ماهيش سوق ديال الحوت. كان الخاوي الحمد لله دابا الخاوي راه تيبنوا ليه فواحد ديك ديالو، ولكن مازال ما وجدش. المهم نتمنوا خير، ولكن دابا المسؤول هو الحاجه الضروريه عندنا هنا. بينا المسؤول دابا في هذه الساعه ان شاء الله يكون كلشي مزيان. حنا عينا قطبنا، هاد الناس راه سكتوا سكتوا سكتوا، صافي راه ما بقاش فين يدير. الناس كتشري في الخنز، حنا كنبيعوا ليه الخنز، حنا كنبيعوا ليهم، كنقولوا الناس الناس كتعاطف معنا وصافي. انتم كتشوفوا الوضع المزري ديال هاد الناس، ضايات الخنز خدامين عشوائيا، لا اذان صاغي لحد الان، عده اجتماعات دوزناها، عده مراسلات، والو، كلشي بدون جدوى. الناس هي عايشه في الخنز، غير الناس هنا كيتعاطفوا معنا رغم الظروف ورغم الوضع المزري. كيجوا الناس بحبهم للمنطقه والجوده اللي معروفه على السواريه، كيقتنوا الاسماك من عندنا، وحنا هاد الناس ما هربانين لتا شي حاجه، كيشرو حوتهم قانونيا، كيبيعوا امورهم، مستعدين انهم الا داروا لهم شي حاجه يخلصوا لا بالامكانيات ديال البني، ولا مستعدين يديروا غير اي حاجه غير يوضعوهم في واحد الظروف مزيانه وملائمه اللي تضمن لهم العيش الكريم، ويبيعوا حوتهم بالجوده. هاد الناس انتم كتشوفوا حالتهم كيفاش دايره، انت البرد فيهم، الشتاء فيهم، الخنز فيهم. الا وريتك البركاسه هنا كتقعد 3 شهور، الصروبه راهم ورا المارشي لهي، كنجو كنا في واحد القوس، جاو داروا واحد الاصلاحات جديده، راه فينا كنا في الظل هي في القوس، دابا جروا علينا ولاحونا الشمس. ها انتم كتشوفوا الوضع، ها هما داروا باب جديد، دابا شوف ثاني فين غيلوحونا، واش الغابة هاد المرة ما عرفناش مصيرنا شنو هو، وحنا ولاد المنطقة، راه ما جيناهمش من شي كوكب آخر، احنا ولاد سوارية وغنبقاو معاهم هنا باش غنجيبو حتى ولادنا نحطوهم هنا إلا اقتدى الحال، لأن هاد الناس لا أذان صاغية من 2010 وحنا كنراسلو، ملي كنمشيو عندهم كيقول لك ما كايناش الأرض، واش الأرض غنوجدوها لهم حنا؟ راه ما يمكنش، هما اللي خاصهم، راه الناس كتجي هنا كتضحك علينا. راه ملي كيجي يشوف واحد هاد النظره ما كيرجعش لعام اخر، كيجي واحد يشوف الحوت محطوط، ها انت كتشوف راه الخنز والحوت محطوط حداه، الا جا هاد السيد غيقتني هذاك الحوت. هاد الفئه محقوره مهمشه، لا حول ولا قوه الا بالله، ما كايناش شي ظروف اللي مزيانه. الصواريه كانت في واحد المستوى معروفه على الصعيد الوطني، والحاله كتشوفوا اصبحنا في حاله يرتلها، الناس راه مكرفسه ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.